السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اخواني، اخباركم؟ كل شيء بخير، اتمنى تكونوا كاملين بتمام الصحه والعافيه، كاملين بخير وعلى خير. معكم هشام من قناتكم الكره المغربيه بالدارجه. باش ما نطولش عليكم، نبقاو الان مع اهم عناوين حلقه اليوم. النصر يستعين بام رابط الاقناع بالهند بالانضمام الى النادي السعودي. الاسود سافروا بطائره خاصه الى بوروندي بعد تصريحه المثير. دولي سابق يصفع خاليلوزيتش. اجتماع طارئ لرئيس الجامعه الملكيه المغربيه وخاليلوزيتش واللاعبين ينتهي بهذا القرار الصادم. فوز القجاع يحرج خاليلوزيتش. متصدر مجموعة المغرب منتخب إفريقيا الوسطى يرفض السفر إلى نواكشوط لمواجهة موريتانيا. ذكرت تقارير إعلامية تركية أن المغربي نور الدين أمرابط جناح النصر يحاول إقناع مواطنه يونس بالهند صانع ألعاب نادي جالاتا سراي التركية بالانضمام إلى الفريق السعودي مع حلول الميركاتو الشتوية المقبل. وأشارت وسائل الإعلام الرياضية في بلاد الأناضول إلى أن مسؤولي النصر استعانوا بأمرابط من أجل دفع صاحبة 29 سنة إلى التوقيع في كشوفات الفريق الأصفر نظرا لعلاقتهما الوطيدة. وتتنافس بعض الأندية السعودية على خدمات يونس بالهند في ظل التقارير الإعلامية التي تفيد باقترابه من مغادرة بطل الدورية التركية الممتازة. يشار إلى أن نادي غالاتاسراي التركي اشترط الحصول على 10 ملايين أورو مقابل التخلي عن المغربية، علما أن اللاعب مرتبط مع النادي بعقد يمتد إلى غاية 2021. أجرى منتخب موريتانيا أمس السبت آخر حصة تدريبية في العاصمة المملكة المغربية الرباط قبل العودة إلى نواكشوط، حيث يواجه منتخب إفريقيا الوسطى يوم الثلاثاء لحساب الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 والكاميرون. وكان رئيس الاتحاد الموريتاني أحمد ولد يحيى قد أمر بصرف مكافأة الفوز للاعبين والطاقم التقني بعد التعادل الثمين أمام المنتخب الوطني المغربي خارج أرضها ضمن الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية. ويستعد المرابطون لثاني الجولات حيث يلاقون منتخب إفريقيا الوسطى يوم الثلاثاء القادم في نواكشوط، لكن المباراة مهددة بعدم الإجراء في موعدها بسبب امتناع لاعبي الفريق المنافس عن السفر والحضور إلى موريتانيا. ونقل أحد الإعلاميين الموريتانيين تصريحات رئيس اتحاد إفريقيا الوسطى
برر التعادل المخيب للأمال أمام منتخب موريتانيا بقوله أن المهاجمين عجزوا عن ترجمة 20 فرصة أتيحت لهم لأهداف قائلاً: لا يمكنني استدعاء اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى المنتخب الوطني المغربي. وعبر عدد من المتابعون الشأن الكروي في المغرب عن رفضهم لهذا النوع من التصريحات التي رأوا أنها مجرد مبررات وهي لا تصلح لإيجاد حلول لما يتخبط به الأسود. قبل إقلاع نحو بوروندي صبيحة أمس السبت، عقد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوز القجاع اجتماعا طارئا مع مكونات الفريق الوطني، وكان الغضب باديا على وجهه جراء النتيجة التي حققها الأسود أمام موريتانيا أول أمس الجمعة. رئيس الجامعة الملكية المغربية لم يفوت الفرصة دون أن يحث اللاعبين على بذل قصار الجهد لتحقيق الفوز أمام منتخب بوروندي، كما حث الطاقم التقني على التعامل مع المباراة بكثير من الواقعية والاجتهاد. كما أبلغ رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الطاقم التقني عدم رضاه للمستوى الذي ظهر عليه الفريق الوطني أمام موريتانيا. كما هدد فوز القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بإقالة الطاقم التقني الوطني في حال تحقيق نتيجة سلبية في المباراة المقبلة أمام منتخب البوروندي. وأوضح القجع لخالي لوزيش أنه لا يمكن أن يقبل بظهور المنتخب الوطني بالمستوى الذي قدمه أمام